فرح سيد محمود إحدى لاعبات المنتخب الوطني الأول للجمباز ونجمة النادي الأهلي، هي من أهم اللاعبات المتوقع صعودهن للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها صيف العام القادم بمدينة طوكيو اليابانية. فرح من مواليد 2001 بدأت مسيرتها مع الجمباز داخل جدران القلعة الحمراء وهي في الثالثة من عمرها، بدأت في اكتساب الخبرات حتى وصلت لعامها 14 لتنضم لصفوف منتخب الناشئات ولتخوض بطولة سلوفينيا الدولية لتحقق فيها بنت النادي الأهلي 3 ذهبيات، كأول في الفرد العام وأول في عارضة التوازن وأول متوازن، إضافة إلى قيادتها للمنتخب لحصد المركز الأول بالبطولة نفسها. ثم شاركت مع المنتخب في البطولة العربية للناشئين 2015 وحصدت 2 ذهبيتين و2 فضية، أعقبها المشاركة في البطولة الإفريقية بنفس العام وحققت 2 برونزيات في الفرد العام وبرونزية المتوازي. شاركت نجمتنا اليوم مع المنتخب عام 2017 في بطولة العالم وحصلت فيها على المركز الخامس على جهازي عارضة التوازن والمتوازي، ثم شاركت في بطولة العالم بمونتريال. استطاعت في البطولة الإفريقية عام 2018 للكبار الحصول على 2 ذهبيات و2 فضيات في الفرد العام وعارضة التوازن، وفي نفس العام شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا ودخلت في قائمة أفضل 24 لاعبة بالبطولة في الفرد العام قبل أن تشارك مع المنتخب في بطولة العالم، لينجح المنتخب ككل في الصعود لبطولة العالم التي أقيمت منذ أيام بمدينة شتوتغارت الألمانية. ثم شاركت في كأس العالم بكرواتيا منذ عدة أشهر ودخلت في قائمة أفضل 8 لاعبات في أجهزة المتوازي وعارضة التوازن قبل أن تشارك فرح في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت منذ أسابيع في المغرب، وحصدت فيها لاعبتنا 2 فضية الفردي العام و2 فضية حصان القفز، وأخيرا شاركت رفقة منتخبنا في بطولة العالم بشتوتغارت. تأمل فرح في رسم البسمة على الشفاه الأهلاوية بتحقيق حلم الصعود للأولمبياد المقبلة، لا سيما وأنها ستواجه منافسة قوية مع زميلتها فرح أحمد، إضافة إلى لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. فراشة الجمباز ما شاء الله عليها، فرح سيد نجمة كبيرة في 4 سنين محقق حاجات كبيرة جدا جدا جدا، وكل الناس متوقعه ان هي تبقى ان شاء الله باذن الله في اولمبياد طوكيو 2020. نرحب بكابتن فرح سيد. كابتن فرح منورانا ومشرفانا. شكرا. هبدا من النهاية مش من البداية. اوكي. النهاية بتقول ان احنا كل الناس حاطة امال على فرح سيد ان هي تكون متواجدة داخل طوكيو 2020. هو دي طبعا حاجة انا بتمناها، واحنا بنعمل بروجريس من اول ما بدات لحد دلوقتي، وهو الاتحاد محدد مدربين معانا من 2015 مسكونا وبيعملوا خطه عشان نقدر نتاهل منها لاولمبياد 2020 باكتر من لاعيبه. كويس. الخطه دي ماشيه على خطه سفريات بره مصر، معسكرات داخليه وخارجيه، ولا ايه بالظبط؟ هم اول ما بداوا كانوا حاطين ان احنا نطلع معسكرات، واحنا فعلا طلعنا اكتر من معسكر. طلعنا معسكر في البرتغال في 2018، وطلعنا في 2019 معسكرين، واحد في روسيا وواحد في اذربيجان. ما شاء الله. طموح فرح سيد تكون متواجده في الاولمبياد، ميداليه ولا تواجد؟ هو ترتيب. يعني احنا من اولمبياد اللي احنا شاركنا فيها كلها باللاعبات كان الرانكينج بتاعنا مش ظاهر قوي، بس احنا على مدار السنين اللي فاتت احنا بدانا يبقى الرانكينج بتاعنا موجود ونبقى متشافين، يعني في بطولة العالم بقوا شايفين وعارفين احنا جايين مصر بنعمل رانكينج، مش جايين بس تمثيل وشرف ونمشي. حلو جدا جدا جدا. لا لو رجعنا الاول خالص، فرح سيد من اول ما بدات الجمباز كانت عينيها على بطولة الاولمبياد، ولا كانت البدايه عاديه جدا في النادي الاهلي؟ عايز اعرف بدايات فرح سيد ايه. انا ابتديت بلعب، دخلت مع فريق اكبر مني. كويس. انا اول ما اتولدت كان اخويا اكبر مني في السن. أيوة. وبيلعب جمباز. هو دي البدايه، بدايتك بسبب اخوكي. بسبب اخويا اكبر مني ب7 سنين، فانا كويس. اول ما اتولدت، اول ما اتعلمت امشي كنت بمشي في صاله جمباز في النادي الاهلي. كويس. وبعدين بقى
هي لعبة محتاجة هايبر ومحتاجة ناس عندها باور، فأي طفل بيبقى عنده باور بيحب يخشها. بس وبدأت من عندي 3 سنين وبعدين بدأت أدخل. دي الصورة دي كانت كام سنة؟ دي كانت طولة تحت 8. تحت 8 بدايات فرح سيد. كانت كان عينيكي بقول لك كانت جايبة لبطولة الأولمبيات ولا ما كانش ده لسه عندك كتارجت؟ كان عندك لسه أهداف قليلة شوية؟ لا كان لسه أهداف قليلة، دي كانت لسه تاني بطولة ليا في الجمباز. وحققت ساعتها، خدنا أول فريق وخدت أول بيم. أي واحدة فيهم؟ أنا آخر واحدة اللي على الشمال. أوه. اللي رفع ايدك. اه مظبوط تمام، عشان بس لسه ما عارفك كويس. ساعتها بدانا نخش في تصنيف او بدانا نخش في مكسب. دي البدايات. وبعدين احنا اول حاجه بطولات بنتشاف فيها عشان خاطر نقدر نروح يختارونا ندخل منتخب الجمباز بتبقى من اول بدايات درجه تانية. ساعتها بيبقوا بقى مدربين المنتخب بيجوا يتفرجوا على البطولات، وعلى اساسها على اساس الترتيب وعلى اساس اللي هم شايفينه يقدر يتطور بعد كده بيختاروهم. كويس جدا جدا. فرح سيد، انا عارف ان كابتن ان في كذا نوع من انواع الجمباز، جمباز ايقاعي، جمباز فني. انت شغاله على الايقاعي؟ انا شغاله على الفني. على الفني، انا اسف سوري، على الفني. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفني 4 اجهزه. كويس. متوازي وعرض التوازن وحصان قفز وحركات ارضيه. الجمباز الايقاعي بيبقى معتمد على الادوات اللي بيشتغلوا بيها، مش كويس. اجهزه. بس شريط. سؤال، ليه اخترتي الفني مش الايقاعي؟ ولا ده ما اخترتهوش انت، المدرب بتاعك هو اللي اختارك تروحي في الاتجاه ده؟ هو على حسب الطفل لما بيبدا. انا كان عندي القوه احسن من المرونه. يعني انا مرونتي كويسه بس انا القوه عندي احسن. فهو الايقاعي بيعتمد على مرونه اكتر بكتير من اي حاجه. طب اكيد تدعيم الاسره كان تدعيم مهم ان انت توصلي تبقي بطله كبيره في مصر بالشكل ده وافريقيا. اكيد كان الاسره ليها عامل، وعامل كبير وعامل مؤثر معاكي في حياتك. طبعا انا اسرتي كلها كانت ورايا من اول ما ابتديت، واخويا دايما بيدعمني ومامتي وكل اهلي كلهم كانوا تعبانين معايا. وطبعا مشوار النادي والتمرين ودراسه معاهم، فالموضوع كان بيبقى صعب قوي. اخوك يدعمك ولا بيكلمك وبيناقشك في فنيات الجمباز؟ الاثنين. انا اخويا دلوقتي مدرب معايا اصلا، بيدربني في منتخب الجمباز. هايل. فاحنا بقينا كيفيه التعامل. عايز اعرف اخوات في البيت وبره مدرب واخته، يعني الموضوع صعب شويه، بيتعاملوا مع بعض ازاي بصراحه بجد؟ احنا يعني ممكن عشان هو اخويا فانا بتعامل معاه في التمرين بحريه اكتر لما باجي اكلمه في حاجه. بس يعني في النهايه بيبقى راي المدرب هو اللي بيمشي. اكيد لحظات انتصار كثيره جدا في حياه فرح، وفي لحظات هنقول في اخفاق او في نزول في المستوى. ايه اللحظه اللي في حياتك حسيتي ان انت فعلا في اخفاق شويه؟ اخر بطوله، في بطوله رحتها في كاس عالم وكان خلاص بيني وبين الميداليه خطوه، بس حصل بدلك ووقعت. وقعتي. بس شفتي ده ازاي؟ اكيد لما بتيجي تفكري وتشوفي بتشوفي ده جواكي ازاي؟ بتشوفي دور النادي الاهلي، النادي الاهلي شخصيه البطل والقصه دي كلها، كل ده بتجسديه ازاي جواكي تاني عشان تقومي للمرحله اللي بعدها؟ اي لاعب جمباز على مدار سنوات اللعبه اكيد هيخفق وهيقع في بطوله. عشان هي لعبه مش كل مره بتيجي الدور زي اللي قبله. تمام. فانا بعرف الغلط، يعني انا خلاص البطوله اللي لعبت وقعت. بنعرف الغلط وبنرجع نشتغل عليه ونكرر اكتر من مره، فالغلط ده خلاص بيتحفز على الصح. فبيتحول ان انا خلاص ما بفكرش فيه، جسمي اوتوماتيك بيعمل الصح. انا بس عايز ارجع اللي فاتت دي يا شادي لو سمحت، عايز اوريكي حاجه كده. المدرب بتاعك في اللقطه اللي فاتت بيتحرك رايح جاي بينك وبينه، يا ريت ترجعوا لنا اللقطه دي تاني عشان بس نتكلم عليها مع كابتن فرح. المدرب بتاعك بيتحرك بيمشي من قدامك ويرجع تاني ويلف ويرجع وهكذا. الوضع ايه؟ ليه بيعمل ده؟ هو اهم حاجه ان المدرب، عشان لو اي وقعه هي الجمباز لعبه خطر، فلازم بقى المدرب حواليك عشان جابوها لنا على الشاشه. لازم بقى المدرب حواليك عشان لو اي حاجه غلط حصلت يقدر يلحقك عشان ما يحصلش اي حاجه في الوقعه. ما في اكيد الارضيه يعني مصممه لده. هي الارضيه مصممه بس الجمباز مش حركاتها صعبه. مش زي اي لعبه تانية. هي طبعا في سيفتي وفي كل حاجه، بس المدرب امان. هو هنا بعيد عني. ليه بقى؟ عشان خاطر هو ما ينفعش يدخل يلمسني، عشان لو دخل لمسني في اي حركه في الجمله هتتحسب لي وقعه. تمام. فهو بيبقى واقف بس كسيفتي، يعني كامان ليا. كل ابطال العالم كده. مفيش مشكله. بصي جالك الناحيه التانية.
لا هو بيشاور بايده. بيشاور بايده عشان يعني خاطر ده تعود، يعني انا متعوده لما بيشاور بايده كده فوق فانا برفع رجلي شويه فبتيجي الحركه مظبوطه. ده تعود، يعني الذهن خلاص متعود على الشكل ده، فانا لما يحصل كده قدامي جسمي بيتحرك زي ما بيتحرك في قولي لي، كانت التمرين. اي بطوله دي؟ دي كاس العالم في سلوفينيا في في سلوفينيا 2019 السنه دي. السنه دي عملنا ايه؟ طلعت المركز الخامس. هايل. المركز الخامس اكيد على مستوى الجمباز في العالم، مركز متقدم جدا جدا جدا. طبعا. لكن كلميني بصفه عامه عن مشاركاتك الدوليه. مشاركاتك الدوليه وانت لسه ناشئين، اعتقد ان انت كسبتي في البطوله العربيه وحصلتي ميداليتين وكمان شاركتي في بطوله العالم في 17، يعني الامور ما شاء الله عليكي ماشيه بخطى ثابته. انا بدات مشاركات دوليه مع المنتخب من اول 2015. كويس. اول بطوله ليا كانت في سلوفينيا، بطوله دوليه. جبنا ساعتها اول فريق وانا حصلت على اول فردي عام واول متوازي واول بيم وتاني ارضي. ما شاء الله. دي كانت اول الله. بطوله ودي الله. كانت بدايه تحفزني ان انا لسه دي بداية قدامي فرح حاجه. سيد وهي عندها 15 سنه. تمام. دي كانت بدايه تحفزني ان انا لسه عندي حسيت ان انا وسط الناس وفي البطولات ان انا قادره ان انا انافس. مش ان انا بعيده او ان احنا بالنسبه لنا ان احنا بره ده ناس مختلفه عننا، بس احنا لما سافرنا ولعبنا لا احنا مفيش فرق بينهم، احنا برضو بنتقدم وبنتطور وبنقدر نبان بشكل كويس. عجباني الروح اللي بتتكلمي بيها. قولي لي، شافوا مصر ازاي في فرح سيد؟ يعني اكيد الناس بره في اوروبا شايفين هم متسيدين اللعبه، مع اعتقد مع برضو مع شرق اسيا والقصص دي كلها متسيدين اللعبه شويه. شافوا ازاي مصريه في وسطيهم في بطوله عالم؟ احنا بنحاول نظهر باحسن صوره كمعامله كنظام كاحترام للمواعيد ككل حاجه عشان نبين صوره لمصر ان احنا منتظمين. وروحنا ان احنا بنشجع بعض، وروحنا واحنا بنلعب ان احنا واقفين جنب بعض وبنساند بعض، ده بيخلينا نطلع الجهاز نأدي كويس، وفي النهايه ان احنا اللعبه احنا بنطلع نستمتع عشان دي رياضه، فاحنا عايزين نطلع نستمتع باللي احنا بنعمله. بتستمتعي باللعبه دي بدون اي دعم اعلامي وبدون اي فلوس او تدر عليكي، بتستمتعي بالرياضه، بتعمليها ازاي؟ في النهايه احنا بنلعب دلوقتي. بنلعب الرياضه كاستمتاع للرياضه مش عشان خاطر شهره او اي حاجه. بس في اخر فتره من اول ما احنا بدانا نعمل نتائج في 2017 واحنا الاعلام بدا برضو يهتم بينا، يعني احنا كنا زمان متهيألي ما بنظهرش خالص في الاعلام خالص، ما كنتش بشوف حد بيظهر، بس من بعد 2017 بدانا نظهر اكتر وبدانا الناس تستضيفنا والناس بدات تبقى عايزه تعرف اكتر خلفيه عن الجمباز، والاقبال على الجمباز كمان زاد، يعني الناس اللي بتشترك دلوقتي في بطولات تحت سبعه حوالي اكتر من 1000 لاعب في جمباز البنات وجمباز الولاد. انا جمباز في النادي الاهلي بصراحه مش مكتظه يعني فوق بعض، يعني عايزين 10 صالات كمان. اصل هو الجمباز ده اساس لاي لعبه ثانيه، يعني هو بيبني قوه وبيبني مرونه وبيبني كل حاجه وتوافق عضلي للطفل. فهو ممكن حتى لو مش عايز يكمل في الجمباز هو بنى جسم يقدر يلعب بيه اي لعبه ثانيه هو حاببها. كنت موجوده في حفله النادي الاهلي اللي عملها في مدينه نصر؟ اه. سلمتي على رئيس النادي كابتن محمود الخطيب؟ طبعا. شعورك ايه؟ طبعا فخوره ان انا كنت بسلم على رئيس النادي وكل حاجه. الصوره ايه؟ اتصورتي معاه؟ كانت لحظه بالنسبه لي بجد كنت مبسوطه جدا. لما قالوا لك انت راح تتكرمي في النادي الاهلي بيتك بقى؟ انا ما كنتش مصدقه يعني ان انا بتكرم دلوقتي من النادي اللي انا كنت بشوفها طول لعبت الكوره والناس بتتكرم، بس انا ما كنتش متخيله. كان بيزعلك الكلام ده فرح بصراحه ان هم يكرموا لعيبه الكوره بس شويه ان هم ما كانوش مهتمين بباقي الرياضات في الاهلي اكتر من الجمباز من الكوره، بس هم بداوا يهتموا فعلا بكل الالعاب مش بس كوره، يعني ما بقاش النادي الاهلي كوره بس. طول عمر النادي الاهلي بطولاته في كل الالعاب، الجمباز والهاندبول والباسكت والطايره والعاب الميه والكوره كله، يعني ده التاريخ بتاع النادي الاهلي. اكيد انت هتبقي جزء من التاريخ اكيد في ميدالياتك اللي انت بتجيبيها دي للنادي الاهلي ومصر. لكن كلميني على شكل المنافسه بقى في مصر، شكل المنافسه المحليه، انت وفرح احمد بس ولا ايه المنافسه شكلها ازاي بالظبط في مصر؟ لا هو طبعا في لاعبات تانية، بس انا وفرح احمد طالعين مع بعض من 2016 او من 2015 واحنا بنلعب مع بعض. يعني مش عايزه اقول احنا الوحيدين اللي في مصر، بس احنا اكتر اتنين بننافس دلوقتي يعني. ف من 2016 كمان عشان انا وهي كنا واخدين اول وثالث افريقيا، وفي البطوله العربيه كنت انا واخده اول وهي واخده تاني، فاحنا على طول ماشيين مع بعض. فالروح دي اصلا بتخلي كل واحد عايز يتطور، دي روح كويسه بين اللعيبه. تتعاملوا مع بعض ازاي؟
بتعرف نادي ايه؟ فرح؟ فرح في مؤسسة اسكندرية. في المؤسسة العسكرية اسكندرية؟ اه. بيتعاملوا مع بعض ازاي بصراحة؟ يعني أنا وفرح دلوقتي أكتر من إخواتي، يعني إحنا بقالنا من 2017 لحد دلوقتي، أنا قعدت معاها أكتر ما قعدت في بيتي في الثلاث سنين دول. قاعدين في معسكر من 2017 ل 2019، بنروح مثلا أسبوع يوم كل أسبوع، والأسابيع اللي قبل البطولة ما بنروحش أساسا، بنفضل قاعدين. قاعدة محترفة رياضة. اه. والدراسة مفيش؟ لا في دراسة طبعا. الصورة دي لا، هاتيلي الصورة بس الأول، الصورة طلعت على طول، الصورة دي مين؟ دي رضوى الجوهري محكمة ومدربة معانا في المنتخب، ودي فرح أحمد، ودي أنا في البطولة الأفريقية ل 2018. شكلكم زي بعض صح؟ ما احنا من كتر ما احنا قاعدين مع بعض بقى دي حقيقة شكلكم زي بعض واضح جدا. لكن كلميني النهارده بتحترفي رياضة وقاعدة في رياضة، قلت لي أنا قاعدة معسكرات وقاعدة وقاعدة. بتتعاملي ازاي مع الدراسة؟ بتعامل مع الدراسة يعني احنا بنيجي بقى قبل الامتحانات مثلا بشهر ولا بشهرين. احنا طول السنة ما بنروحش مدرسة، يعني احنا قاعدين في معسكر فما بنروحش أساسا. لا هايل بصراحة، يعني بتديني رؤية ونظرة للشباب الصغير ما بيروحوش المدرسة، بس مفيش مشكلة اتفضلي. ما هو احنا دلوقتي بنحاول نعمل نتيجة كويسة لمصر، يعني احنا بيحاولوا يمشونا على النظام بره، هم بره عندهم التعليم جوه التمرين، يعني هم مثلا المدرسين اللي عايزينهم بيجوا لهم جوه التمرين، هم قاعدين في المعسكر طول السنة قاعدين بيتمرنوا جمباز بس. فاحنا المدربين بتوعنا حاولوا يعملوا معانا كده، فاحنا طول الفتره قاعدين في معسكر، ومثلا بنقول للمدرسين بقى قبل الامتحانات بشهرين عايزين كل المدرسين يجوا لنا في كل المدرسين يجوا لنا في المركز الاولمبي عشان احنا معسكرين هناك. وتشتغلي في المركز الاولمبي، بس عجبتني في كلمه، احنا بنتعب عشان خاطر مصر، عشان نحقق حاجه لمصر. اكيد وانت بتحققي حاجه لمصر اكيد بتشوفي قدامك علم مصر، بس هو اللي انت عايزه ترفعيه، واكيد كلنا بنسبورت ده، واكيد هي الرياضه ده ان هي ترفع اسم بلدنا فوق. اتمنى لك ان في الدراسه هو نفس بالظبط المستوى الرياضي، يا رب تكوني في المرحله الجايه مستوى دراسي نفس المستوى الرياضي. كلميني عن الاحتراف. احنا يعني انا ما اتمناش العب باسم نادي خالص غير النادي الاهلي ومصر. بره مصر؟ ايام لا برضه مش عايزه، انا عايزه افضل في مصر. احنا عندنا لاعبتين محترفين، يعني عندنا شيرين الزيني ومندي عصام. دول بيتمرنوا في هولندا وبييجوا يلعبوا البطولات الدوليه باسم مصر. كويس. بس انا كفرح نفسي افضل اتمرن في مصر، يعني ممكن نزود عدد المعسكرات ان احنا نروح نتعلم من بره مهارات جديده، معسكرات، طريقه تمرين. لكن ما نروحش بره، لكن ما سافرش بره، انا احترف افضل هنا. اكيد النهارده وانت بقيتي بطله اكيد دور الاسره احنا اتكلمنا عليه متواجد، فنفسك تقول لهم حاجه، اكيد عايزه تقول لهم حاجه النهارده لما بقيتي بطله مصر وافريقيا وما شاء الله عليكي كل الناس بتتكلم عليكي انت وفرح احمد التاهيل للاولمبياد، تقولي ايه للاسره بتاعتك؟ بشكرهم على كل التعب اللي تعبوا معايا الفتره اللي فاتت دي كلها، وان هم مستحملين ان انا ما بشوفهمش، وعلى طول هم بيجوا لي، وفي اي وقت بحتاجهم بلاقيهم وبيكلموني على طول. وبشكر اخويا ان هو على طول واقف في ظهري وما بيسيبنيش، ان انا مثلا لما باحبط او حاجه هو بيقعد يشجعني ويقول لي لا انت تقدري، انت عندك اكتر، انت تقدري تروحي الاولمبيكس، انت تقدري تعملي كل حاجه. فرح سيد اكيد ليها مدربين في حياتها. مدرب اخوكي بس؟ انت ما قلتيش اسم اخوك، خلي بالك عايز اعرف اسمه. محمود سيد. محمود سيد، كابتن محمود سيد، عشان بقى ده كبير كبير كابتن محمود سيد. لكن خلينا نقول ان في مدربين في حياه كابتن فرح اكيد مره نوفي غير كابتن محمود سيد. انا بدات الجمباز في النادي الاهلي مع دكتور لامي علي وكابتن جمال عباس. كويس. وبعدين اول فتره في المنتخب دخلتها كان معايا كابتن ابو العلا، وبعدين دلوقتي بقى مدربي الاساسي كابتن اشرف ومش اماني جمال. في الوقت ده؟ ده في الوقت ده. لو فرح سيد ما لعبتش جمباز كانت ممكن تلعبي؟ يعني نفسي العب كره قدم. هنروح لكره القدم. عايز تلعبي كره قدم؟ بتعرفي تلعبي كوره؟ يعني زمان كان اخواتي بيقعدوا يعلموني ازاي العب في الملعب وجون بقى، وبقف جون حلو. سؤال مهم جدا، ماتشات الاهلي في الكوره بتقعدي قدام التلفزيون وتشجعي على طول كل اغلب ماتشات الكوره في الاهلي، ولا مواعيد تدريب مش متناسبه؟ يعني ممكن تفكسي تمرين وتروحي تتفرجي على ماتش كوره ولا ايه بالظبط؟ يعني هو مواعيد تمرين اصل الجمباز ما ينفعش ان احنا نوقف، يعني احنا الجمباز بنفضل متمرنين طول السنه بنتمرن. مثلا بعد اكبر بطوله بتبقى عندنا بطوله العالم دي، ساعتها ممكن ناخد بعديها اسبوع بس كده خلاص. لو اتكلمنا عن الكوره هنتكلم على ده النادي الاهلي، اكيد بتشجع الاهلي اكيد. طب تشجع مين بره النادي الاهلي؟
في اوروبا؟ ماليش في الكوره قوي يعني، انا بتفرج على ماتشات المهمه لمصر بس، او ماتشات الاهلي، او ماتشات الاهلي بس، ماليش في الكوره ان انا اتفرج قلتي عليها. قلتي كلمه مهمه لنجم كبير في مصر كابتن محمد محمد صلاح، قلت له ايه؟ قلت له ان هو فخر كبير لينا ان هو يقدر يعمل النتيجه دي كلها، وان العالم كله يبقى بيتكلم عنه وعن حد من مصر بالطريقه دي، فدي حاجه تشرفنا كلنا. قلت لا، قلت انا عايزه زي ما كابتن محمد صلاح رفع اسم مصر بره، انا عايز ارفع فرح سيد تبقى في نفس المصرف. الكلام ده صح؟ طبعا انا نفسي يعني حد تاني زي محمد صلاح يطلع، ناس كتير زيه ترفع اسم مصر في ايا كان بقى، في كل نجاح. طبعا اكيد اتفضلي. يعني نفسي يبقى في كل لعبه يبقى في حد زي محمد صلاح، في كل لعبه، في اي رياضه عندنا، في اي مجال في مصر عامه، نبقى ظاهرين. مش يبقى بس عندنا محمد صلاح، يبقى عندنا اكتر من حد زيه عشان نقدر ندفع اسم مصر اكتر. قولي لي لو خرجنا شويه من الجمباز، اسمع موسيقى، هواياتك بره الجمباز ايه؟ انا بحب العب كوره، وبحب، ما بحبش حاجه عامه يعني، بحب القرايه شويه مش دايما. السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ ما بستغنى، ما حدش بيستغنى عنها. طب قولي لي لما بتكسبي بطوله وكده، اصحابك بقى والحديث على السوشيال ميديا في بطولاتك اكيد، يعني انا عارف السن بتاعك، بيقولوا له راح تعملي ايه؟ راح تلعبي ايه؟ تعالي خرجي معانا. بتوفقي ازاي بين الكلام ده وبين اصحابك؟ اصحابي كلهم مقدرين اللي انا فيه، يعني كويس. كلهم فعلا سبورت ليا، كل اصحابي اذا كان في المدرسه او اللعيبه اللي كانوا معايا في الاهلي اللي بقوا دلوقتي مدربين هناك، كلهم بيساندوني وكلهم بيسالوا عليا وانا في البطوله، وبيقولوا لي، بيشجعوني ان انا العب كويس، وبعد البطوله ايا كان اللعبه اللي انا عملتها بيقولوا لي انت عملتي كويس، وبيسبورت ليا، واي نتيجه بقى على طول بلاقيها شير على السوشيال ميديا قبل ما انا اشوف اصلا ان هي نزلت. كمان على طول جري بيجروها، ما يخلص السوشيال ميديا بقت اسرع حاجه في الحياه. قولي لي لعبه الجمباز زمان زي دلوقتي ولا في حاجات اختلفت؟ لا اتطورت، والاجهزه اتطورت في الجمباز، والحركات اتطورت اكتر بكتير، وبقى الجمباز كل شويه عمال يصعب، يعني الجمباز عمال يتطور ويصعب اكتر واكتر كل شويه. درجات الصعوبه بتبقى اكتر في الحركات بتاعتك على الـ على الـ على الـ على الاجهزه يعني، ولا ايه بالظبط؟ الجمباز بيبقى متقسم لجزئين، درجات صعوبه ودرجات خصومات اداء. كويس. درجات الصعوبه بتتزود على درجات الاداء، وبيطلع لنا مجموع التوتال، ده بيبقى مجموعك على الجهاز. ده مجموع الجهاز الواحد، ومجموع الاولر الفردي العام بيبقى مجموع كل جهاز بيتجمعوا على بعض، ده بيعمل توتال الفردي العام لكل لاعب. كويس. وفي الفريق بيبقى بيجمعوا احسن 3 درجات على الجهاز. احسن 3 درجات على الجهاز يجمعوهم، ده بيطلع توتال الفريق. اكيد ليكي مثل اعلى او ايقونه غير كابتن محمد صلاح، اكيد ده ايقونه النجاح في مصر في الرياضه المصريه، لكن خلينا نقول ان اكيد ليكي مثل اعلى في الجمباز في العالم على مستوى العالم. سيمون بايلز دي بتاع يعني فعلا تاريخ دلوقتي في الجمباز الفني. محدش تمام، محدش المدرسه الامريكي يعني، هم دلوقتي المتصدرين في الجمباز. امريكا هم المتصدرين، وبعديهم روسيا، وبعديهم الصين. كويس. دول الثلاثه المتصدرين في الجمباز دلوقتي. هم دول المتواجدين، هي دي المنافسه، شكل المنافسه بينهم. لما بتقابليهم في الماتشات بتتكلمي معاهم وايه اللي بيحصل بالظبط، وداخل مبارياتك معاهم ايه الوضع شكله ازاي؟ يعني احنا بيبقى في السكادول ما بنبقاش دايما متواجدين كلنا في الفرق، بنبقى متواجدين في نفس الوقت. فمثلا بيبقوا مقسمينهم فرق، يعني مره نتمرن مره مع امريكا، نتمرن مره مع روسيا، نتمرن مره مع الصين. مش كل مره بنبقى مع نفس الفرق. طبعا اللعيبه كلها جوه الجمباز ايا كان في سبيريت، يعني ايا كان بينزل من الجهاز اللاعب ده تعرفه او ما تعرفوش بتشجعه، وبنسلم على بعض، وبتبقى الدنيا كلها كويسه، بتبقى في روح كويسه بين اللعيب. اكيد لو النهارده وانت نجمه كبيره لازم تقولي كلمه للبنات الصغيرين عشان يروحوا يلعبوا جمباز، والبنات اللي بتلعب جمباز تقول لهم ايه ويوصلوا ازاي؟ البنات الصغيرين حاولوا تدخلوا وتحبوا اللي انتوا بتعملوه عشان خاطر تقدروا توصلوا اللي انتوا عاوزينه، ايا إن كان انتوا لو بتحبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها تقدروا توصلوا لاعلى مرتبه فيها. وللكبار ما ييأسوش، عشان هو الزهق ده اللي بيبوظ اي حاجه، يعني الجمباز محتاج صبر. احنا بنلعب صبر.
احنا بنلعب جمباز من واحنا عندنا 3 سنين. حاسس ان الموضوع صعب جدا. انا بلعب جمباز من 3 سنين يعني من وانا عندي 3 سنين وما بداتش مثلا اشارك في بطولات دوليه او اتاخد في المنتخب او اي حاجه الا وانا عندي 15 سنه. فاللي هو 11 سنه بلعب جمباز منافسات محليه بس. يعني بنتعب بس، يعني احنا فعلا بنتعب بس. قولي لي بتتمرني قد ايه في صاله الجمباز؟ في الصيف بيبقى عندنا تمارين الصبح وبالليل. لا مدد، عايز مدد. مدد 4 ساعات الصبح و3 ساعات بالليل. 7 ساعات من 24 ساعة. 7 ساعات من 24 ساعة و8 نوم. مفيش في النص. مفيش حاجة. انت قاعدة في النادي من الصبح لبالليل؟ اه. بتعملي كده؟ بنبقى قاعدين في النادي من الصبح لبالليل. وفي تدريبات بتستمر عندكم من يعني أكتر من 4 5 ساعات؟ أوقات البطولة مثلا بيبقى عندها تمرين وبعدين بنطلع من التمرين نروح نتغدى وبعدين نرجع يعني بشنا بتاعت التمرين بنخرج نروح نتغدى وبعدين نرجع لصالة الجمباز تاني. التدريب داخل صالة الجمباز ولا في تدريبات فيتنس لوحديها بره صالة الجمباز؟ التأهيل ده بيبقى بعد فترة البطولات، يعني أكبر بطولة عندنا اللي هي بطولة العالم بنرجع بعديها فترة تأهيل بيبقى تراك وجيم ومعاهم في صالة الجمباز ده أساسي. ممكن يبقى جنبه ساعات بيبقى فيه في الجيم شوية أو تراك جري عشان النفس وكده. بتزقيش في الجيم؟ كل الرياضيين بيجروا من الجيم بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، كله بيجري من الجيم. بتجري من الجيم ولا؟ لا انا بحب الجيم. بتحب يعني الجيم. بتحب الجيم وبتحب الفيتنس كله بشكل عام. عامة. تمام. طيب قولي لي لو قلنا ان الكابتن فرح النهارده وهي داخله على الاولمبياد طالبه ايه؟ ايه الدعم اللي هي طالباه؟ هو احنا طالبين دعم معنوي ده اكتر حاجه عشان خاطر نقدر نوصل. والدعم بقى ان احنا عايزين معسكرات اكتر عشان خاطر لما نسافر عشان المنافسه البطوله اللي جايه احنا منافستنا اكبرها مع جنوب افريقيا. والبطوله اصلا في جنوب افريقيا. تمام. فهي المنافسه هتبقى صعبه قوي فاحنا لازم نروح رايحين جاهزين. هي دي بطوله تاهيل الاولمبياد؟ اه دي خلاص دي اخر فرصه تاهيل الاولمبياد. امتى؟ في شهر 3 ان شاء الله. في مارس اللي جاي. ان شاء الله. شايفه المنافسه مع جنوب افريقيا صعبه داخل جنوب افريقيا؟ هي اكيد. ولا نقدر نتاهل؟ لا احنا نقدر نتاهل، احنا احسن منهم، يعني انا شايفه ان احنا احسن منهم، احنا ما ينقصناش اي حاجه عنهم. او عن اي حد عامه، بس احنا محتاجين تمرين وبروجريس اكتر، يعني محتاجين فتره اطول واحنا هنقدر نتطور احسن، يعني هنلاقي نتائج احسن. يعني انت طالبه الدعم بمعسكرات خارجيه في الوقت الحالي عشان نقدر نتاهل للاولمبياد. اه. الموضوع ده 6 شهور. 6 شهور. مش عايز تقعدي في مصر؟ انا بكلمك بصراحه شديده. لا انا عايزه اتمرن في مصر بس عايزين نسافر مثلا شهر نكتسب خبرات ونتطور، يعني حركاتنا تتطور وادائنا يتحسن ونرجع نشتغل بقى زي ما احنا شغالين. احنا بنشتغل، احنا شغالين في بروجريس كويس، بس احنا محتاجين دعم من بره عشان نتطور اسرع فنروح جاهزين ما عندناش مشكله. التارجت الاولمبيات ده التارجت بتاع فرح سيد اللي جاي ان شاء الله. ما عندناش غيره في الفتره الحاليه، هو وثانويه عامه بقى. طب لا هنرجع تاني للنادي الاهلي، معلش، الثانويه العامه مع اولمبيات. اعتقد ان انت رايح الاولمبياد باذن الله، يعني اتمنى تروح الاولمبياد، اكيد دي حاجه مهمه جدا. لكن كلميني على المنافسه المحليه، مش مع الافراد، مع الانديه في النادي الاهلي. الانديه احنا النادي الاهلي كفريقي طول فترتنا من تحت 7 تحت لدرجه ثانيه، واحنا بناخد اول على مدار الفتره دي كلها. ما شاء الله. ده فريقي، الفريق اللي انا معاه من تحت 7 بمدربيني بكل حاجه. المنافسه مع مين في مصر؟ الانديه في الوقت الحالي؟ اه مؤسسه اسكندريه عسكريه وسموحه وزهور متهيألي. هم دول والصيد، هم دول الخمس فرق اللي هم بيتنافسوا مع بعض. شايفه النادي الاهلي دايما قادر على تحقيق المركز الاول؟ طبعا النادي الاهلي دايما بيطلع ابطال. 100 100. كلمه نهايه عظيمه. اخر سؤال اقوله لك، محتاجه توصلي رساله لمين النهارده من خلالنا؟ عايزه تقولي رساله لمين؟ تكلمي مين؟ تقولي ايه؟ لاي مسؤول؟ لاي مدرب؟ لاي مين؟ انا بشكر الاتحاد المصري للجمباز على الدعم اللي هو بيقدمه لنا كله، ايا كان احنا اي حاجه بنطلبها من معسكر او دعم او هم على طول متواجدين في الصاله بيدعمونا نفسيا ومعنويا وكل حاجه. بشكر دكتور ايهاب امين على اللي هو بيعمله لنا على طول، متواجد معانا في كل البطولات وبيدعمنا وبيسافر لنا مخصوص عشان خاطر يدعمنا في البطوله، وجالنا في بطوله العالم عشان يدعمنا. بشكرهم كلهم. بشكر اعضائي. واحنا اللي بنشكرك وبنقول لك يا رب باذن الله تحققي امنيتك، تحققي امنيه بلدك فيكي، وتحققي الحلم اللي انت بتحلمي ليه، انت توصلي الاولمبيات وباذن الله تكوني وجهه مشرفه لمصر باذن الله في الاولمبيات اللي جايه. شكرا يا كابتن فرح. اكيد كلنا بندعم فرح سيد، اكيد بطلتنا اللي عندها الطموح، طالبين كله يدعم،
لان الالعاب الفرديه هي الالعاب اللي بتجيب ميداليات اكثر، لان اي لعبه جماعيه بتروح ب 20 لعيب 25 واحد من الجهاز او اللاعبين مكتملين بيبقى 25 لاعب بيحققوا ميداليه، لكن اللعيب هنا بيحقق ميداليه. نتمنى الدعم من اتحاد الجمباز اللي هو برضه بيدعم، عايزين يدعموا، لان ماتشات جنوب افريقيا او المباراه في جنوب افريقيا مباريات صعبه جدا جدا على بناتنا، لكن ان شاء الله يكونوا متواجدين في الميعاد وان شاء الله يعدوا للمرحله الاولمبياد باذن الله. في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.